الجمعة 18 سبتمبر 2015 ذو الحجة 1936. حنركب اليوم على الروبيكون الرانجلر 2014 JK. حنركب عليه الاسبود. والاسبود هو عبارة عن علبة فيوزات للاكسسوارات اللي تركبها في السيارة. عشان تركب اي اكسسوار في السيارة زي مثلا خلينا نقول لمبات امامية هنا مثلا او لمبات فوق او راديو او whatever اللي تركبه لازم تسوي دائرة 12 فولت. دائرة ال 12 فولت طبعا السيارات الجديدة الحديثة كلها حساسات وكمبيوترات، فلو دخلت في الضفيرة لعبت في الضفيرة سحبت منها هي سلك او شيء بتخاطر انت انك انت ممكن تعطل سيارتك ويروح عليك الضمان. فبالتالي افضل طريقة سليمة يعني بشكل سليم انك انت تسوي دائرة 12 فولت انك انت تسوي ضفيرة خارج السيستم حق السيارة. فبالتالي لكل اكسسوار حتركبه حتسوي الاتي: حتسحب خط موجب من البطارية وحتدخله جوة المقصورة وحتشبك السلك هذا في السويتش، ومن السويتش حتسحب خط ارضي عشان يشتغل السويتش، ترجع تخرج من السويتش مرة ثانية تخرج من جوة المقصورة، او اذا كان جهازك في المقصورة ما هي مشكلة بس تخرج من جوة المقصورة وتروح على الخط الموجب على الفيوز، وعلى حسب استهلاك الجهاز اللي تركبه من الكهرباء. اذا كان اكثر من 30 امبير معناته لازم تركب ريلي. عشان تركب الريلي يعني من الفيوز للريلي، الريلي عشان يشتغل لازم تسحب له خط ثاني موجب للريلي مباشرة، يعني زي هذا الريلي مثلا. طيب تسحب خط موجب من البطارية للريلي، والريلي يحتاج له خط سالب اللي هو يعني جراوند هنا مثلا او شيء زي كذا. وبعدين ترجع تاخذ خط موجب من الريلي تروح للاكسسوار اللي انت بتركبه، والاكسسوار نفسه برضه طبعا يحتاج الى عشان تقفل الدائره يحتاج خط اسود او خط ارضي يعني. فبالتالي عندك يعني خط من البطاريه خارج للسويتش وخارج وخط ارضي في السويتش، وبعدين خط خارج من السويتش للفيوز ومن الفيوز للريلي، خط بطاريه طالع من الريلي من البطاريه للريلي، وخط للريلي شو اسمه ده ارضي، وبعدين خط طالع من الريلي للجهاز، وبعدين خط ارضي للجهاز. النتيجه اللي حتصير عندك في السياره مكرونه من الاسلاك. مهما يعني كنت فنان في التكفيل وانك انت تسوي شغلك يعني بشكل نظيف، برضه حيفضل عندك يعني شكل المنظر السياره من جوه ما حيكون مناسب من كتب الاسلاك. وكمان عندك مشكله ثانيه تصير انه انت لو عندك اي عطل ساره او اي مشكله في هذه الشبكه او هذه الدائره حيكون صعب جدا انك انت تحدد فين مكمن الخلل عشان تصحح المشكله. طيب ايش في حل ثاني؟ طبعا هذا الكلام ده كله انا سويته في البترولا، في نيسان البترولا، واشتغلت بنفسي فيه. وكمان الجيب الصحارى 2014 برضو اللي طلعنا حطينا عليه فيديوهات في الانستغرام برضو اشتغلنا فيه بنفسنا وسوينا التسليك بنفسنا وكل شيء شغال، لكن يعني المنظر ما كان مناسب. فالسيارة دي جديدة طبعا اشتريتها، حبيت ان انا اسوي شيء افضل وشيء اريح، فجبنا هذا الاسبود. الاسبود هذا سيلف كونتين يونت بلاج اند بلاي. طريقته فكرته جدا سهلة، هي بس انا افتح هذا هو من جوا. عندك من الريل من هذا الجهاز يركب في السيارة دي حنوريك فين يركب، خطين احمر واسود، بس خطين احمر واسود من البطارية، تشبك في البطارية خط احمر خط اسود داخل الجهاز. من الجهاز خارج منه سلك يخرج من هنا اللي هو سلك زي حق الكمبيوتر الايثرنت، يطلع يروح للشاشة اللي تتحكم اللي عبارة عن السويتشات، او ممكن انك تشتري السويتشات اما اذا تحب السويتشات تشك تشك تشك. انا اخترت الشاشة اللي تقدر فيها تحكم اكثر. هذا طبعا تركب جوة الكابينة، السلك يطلع من هنا يخش جوة المقصورة، وبعدين عندك اي جهاز بتشتري اي جهاز بتركبه بيكون عندك سلكين اسود واحمر بكل سهولة وكل بساطة، تركب اسود واحمر. هذه شلة شغلك 8 اكسسوارات، يعني انا بالنسبة لي عندي 5 لمبات وحيفضل عندي وراديو و حق الهواء اير بي اير كومبريسر، وبالتالي حيفضل عندي يمكن يعني فتحة او فتحتين زيادة كمان. هنا عندك هذه هي الفيوزات، هذه فيوزات جديدة حديثة
سيلف هيلينج، يعني لو انحرق الفيوز هو يتصلح لوحده، ما يحتاج انك انت تغير اي شيء. فهذه الفكره من الاسبود. الان حنركبه في الجيب وحنشغل عليه اول لمبه ونشوف كيف العمليه. طبعا اللي يجي معاك في الـ في, الـ في العلبه لما تشتريه يجي الاسبود نفسه، يجي معاه اما السويتشات او الشاشه، ويجي معاه هذا محول حق الاير بي كومبريسور حق الهواء، يجي معاه ستيكرات، يجي معاه كل شيء، يجي معاه الشرينك راب والكونكترز والكيبل تاي، ويجي معاه الانستركشنز حقته. وهذه الماونت تركب في القزاز. انا اخترت برضه جبت هذه اللي هي تركب المسامير كمان في الـ، يعني بفكر اني اركبها في القزاز او اني اركبها ادبتها في السياره. وخلونا نشوف.